السلام عليكم متابعين قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في بث جديد. كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، والله يرفع علينا هذا الوباء، وكنتمنوا من الناس يحترموا يعني الشروط اللي حطتها وزارة الصحة بوضع الكمامة واحترام مسافة الأمان. اليوم احنا كنتواجدوا بالدار البيضاء، متواجدة معنا زهرة. زهرة اللي الحالة ديالها غتبكي كل مغربي كيتفرج فينا اليوم. زهرة تعرضت لواحد الحادث واللي ضربها قيد معها كوسطة، ولكن ما دار حتى شي حاجة، ما عطوهاش حتى درهم، ما عاونوهاش. وي ضربتها الطوموبيل، ما عاونها حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يعني ما شاف من حالها، ما عرف شنو بها، ما حتى شي حد ما كان معاها. زهرة عاودي لنا الوضعية ديالك، قولي يا اختي. اي قولي، هضري ليا، قولي شنو عندك. هضري باش كتحسي كيفاش طرات لك الحادثة. غوتي شوية باش يسمعوك، عافاك. في 2004 اها اها خرجتي طحتي. واخا الناس اللي كيقولوا ان ما سمعوش زهره مزيان، زهره تعرضت لحادثه سير، نقلوها داوها للمستشفى، بنجوها شافوا حالتها، خرجت. مع خرجتي قلتي لنا طحتي، خرجتي للشنطي طحتي. في المره الاولى كنتي كتمشي عادي، ودابا دابا ما كتمشيش مزيان. كيفاش كتحسي براسك؟ كيفاش كت دوخه يدك كتضرك؟ اها